أهلا بكم من جديد. قال محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قال إن ما يزيد عن 10,000 مصري تمت محاكمتهم عسكريا منذ عام 2013 وحتى الآن، رغم مخالفة هذا النوع من المحاكمات للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. جاءت تصريحات زارع خلال كلمة له بمؤتمر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنعقد في مدينة جنيف السويسرية. في الإطار ذاته أشارت منظمات حقوقية إلى أن إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية والحكم على بعضهم بالإعدام نابع من عشوائية إصدار القوانين واللوائح المنظمة لتلك المحاكمات. محاكمة المدنيين عسكريا باتت جزءا أصيلا من مكونات المنظومة القضائية في مصر منذ 3 يوليو وحتى يوم الناس هذا، خلاصة ذهب إليها تقرير أصدرته منظمتان دوليتان تحت عنوان في مصر لا أفق لنهاية الظلم. المنظمتان وهما العربية للإصلاح الجنائي ولجنة العدالة وثقتا حرمان 10,000 مدني من الحرية بعد صدور أحكام عسكرية ضدهم بالسجن. يسكت حكم العسكر. لجنة العدالة وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف انتهت من دراسة 50 قضية عسكرية تعرض المتهمون فيها لانتهاكات قانونية وصدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن. تشير المنظمتان إلى رفض المحكمة الدستورية مئات الطلبات التي أحيلت إليها للنظر في القوانين المنظمة للمحاكمات العسكرية وتبيان حقيقة انتهاكها لمعايير المحاكمات الدولية العادلة. في ختام التقرير أوصت المنظمتان بالإفراج الفوري عن المدنيين المدانين بأحكام عسكرية وبإحالة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري إلى القضاء الطبيعي، كما دعت المنظمتان إلى إعادة النظر في قانون تأمين وحماية المنشآت العامة وإدخال تعديلات على قانون الأحكام العسكرية. حول تقديم المدنيين في مصر إلى المحاكمات العسكرية ينضم إلينا في استوديو السيد منتصر زيات المحامي والحقوقي. أهلا بك معنا أستاذ منتصر. 10,000 مدني قدموا للمحاكمات العسكرية في 3 سنوات الماضية، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للظرف الاستثنائي اللي بتعيش فيه مصر، ما بقاش استثنائي من وجهة نظري يعني، هو والعشر تلاف أنا مش عاوز الحقيقة أعزلهم عن العشرات من الآلاف الآخرين اللي بيحكموا، ولكن أمام تقديري محكمة. أنا تقديري أن المسألة مش مختلفة أوي يعني، لا فرق بين المحاكم المدنية والعسكرية، لم تعد مختلفة الأمور، يمكن مع قسوة الأوضاع في الثكنات العسكرية أحيانا عشان الكلام يفهم صح المحاكم العسكريه تبقى ارحم. البعض ممكن يفهم دوت ان لا فرق ان الاثنين بيطبقوا العداله والقوانين. لا انا اقصد بالتاكيد لا طبعا من هذا المفهوم يعني لا تتحقق مضامين العداله المنصفه. نعم نتكلم دلوقتي الكلمه بتفرق. صحيح المساله ما عادتش مختلفه قوي. هو ايه النعي على الاحاله للمحاكم العسكريه في ايه؟ انه ما بياخدش حقه، انه تحت اسم او تحت سند القول بالعداله الناجزه والسرعه ما بياخدش حقه، بتبقى في ثكنات عسكريه، بتبقى جوه وحدات عسكريه، ضباط بيحاكموك انت برضو. دلوقتي النهارده بتروح ثكنات شرطيه بتتحاكم قدام المحاكم التي يفترض بين قوسين انها محاكم عاديه مدنيه، بتدخل مع كمية الشرطة، بتدخل معهد أمناء الشرطة، بتقعد معسكر أمن مركزي، تبقى جواه محكمة. إيه الفرق؟ مفيش فرق. طب اسمح لي، ما مدى قانونية ودستورية أن يحاكم مدني في مصر أمام المحاكم العسكرية؟ هو أنا وأنا في التقرير أو حضرتك بتشير أنا سمعت كده أنه عشوائية التشريعات. هو ده فعلا عشوائية التشريعات. لكن في يعني تشريع هو في ايه؟ هو كل ما المشكله ان احنا كل ما بنقطع او قطعنا خطوات في 25 يناير رجعناها. فبعد ما امتنع تماما على المحاكم العسكريه انها تحاكم مدنيين بنص الدستور الذي صدر في 2012 اتحطت حته صغيره
في دستور 2014 طلع لها القانون القرار الجمهوري بقانون 136 أو ما في حكمها. إيه هي المنشآت العسكرية؟ يعني صحيح. المدني لا يحاكم أمام محاكم عسكرية، ده نهي الشارع آمر في الدستور. صحيح. آمر إلا إذا كان إلا في حالات الاعتداء على كذا 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 كذا، وكلها منشآت عسكرية. والمنشآت العسكرية طلع لي قانون 136 لسنة 2014 المنشآت العامة تعد في حكم المنشآت العسكرية، طالما ان الجيش بيحمي مثلا جامعة القاهرة، حتى لو ما بيحميش والان تتحول مثلا جامعة القاهرة الى منشأة عسكرية. أيوة. اللي بيتظاهر فيها قدامها او جواها ده ممكن يحاكم عسكريا. بالظبط كده، وهذا ما يحدث في مصر فعلا الان، وهو ما يحدث الان في مصر. طيب. هو ده اللي بيحصل. بعض التقارير الحقوقية بتتكلم ان دي اداة لدى النظام لمواجهة معارضيه في الاساس، واداة تستخدم بشكل منهجي، ما رأيك؟ يعني بالتأكيد أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول إنه السؤال بقى أنا كحقوقي وكمحامي، هل ده بيفلح؟ يعني ممكن حينا، لكن كل جرائم العنف زي ما بيقولوا العلماء الاجتماع التي وقعت في حراس الطوارئ والاستبداد والقهر، يعني افتح الحرية أحسن، افتح الحرية أحسن، الناس تتكلم أحسن، إنما الكبت دائما يؤدي إلى الانفجار. نعم. سعود إليك سيد منتصر، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المستشار خالد القوشي الخبير في الشؤون القانونية والقضائية. سيادة المستشار أهلا بك معنا، وأبدأ بسؤالي. أن بعض المنظمات الحقوقية وتحديدا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تتحدث على أن 10,000 مدني مصري قدموا للمحاكمات العسكرية خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك كما تقول هذه المنظمات يتعارض مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أيضا يتعارض مع الدستور المصري دستور 2014، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا القضاء العسكري طبقا للقانون الجديد للقضاء العسكري بأصبح في درجتين، كان الأول القضاء العسكري درجة واحدة وحكم نهائي وينفذ، دلوقتي طبقا للقانون الجديد بقى في درجتين زي محكمة الجنايات والنقض. فهنا القضاء العسكري في اول درجه زي الجنايات وفي نعم على اساس اللي ما صدر حكم على احد المتهمين، فهنا يقدر يطعن في الحكم ده وتنصب في هيئه اعلى من القضاء العادي. ثاني حاجه القضاء العسكري يعمل في بعض الاشخاص حاطين على الدكتوراه والماجستير، وبعدين بيشترطوا لازم اللي يتعين في القضاء العسكري يكون حاصل على جيد جدا في كليه الحقوق زي وكيل النيابه او احد رجال مجلس الدوله. بس هم في النهايه سياده المستشار في النهايه بغض النظر عن الدرجات العلميه هم انضباط في القوات المسلحه برتب مختلف. هتكلم في النقطه دي. هتكلم في النقطه دي. بالنسبه للزملاء والاخوه اللي بيقولوا 10,000 واحد مقدم للقضاء العسكري ده غير قانون، انا معايا احصائيه هي يا فندم، الاحصائيه بالظبط 742 واحد اللي متقدمين للقضاء العسكري طبقا للقانون وطبقا للدستور وطبقا لقانون العقوبات والاجراءات الجنائيه. كل قضايا الارهاب طبقا للدستور يتم تحويلها الى القضاء العسكري، ده في الدستور وماده موجوده بكده. فكل قضايا الارهاب التي تخص الارهاب، من ساعد او مول او اشترط او اذاع او نشر، كل دول بيعتبروا من الارهابيين، هنا بيحولوهم الى القضاء العسكري. هتقول ليه اتحول للقضاء العسكري؟ لازم في نقطه قانونيه مهمه، الناس مش فاهمه ليه اتحول للقضاء العسكري. هنا في مصر لا يقل عن القضايا ب 4 مليون و 8 مليون قضيه، بتعكها في المحاكم سيادتك من 3 سنين ل 4 سنين، لغايه ما تفصل في القضايا. وهنا كمان بيستغل بعض الارهابيين الثغرات في القانون، زي ايه؟ يبتدي في محكمه الجنايات يوط رئيس الدايره، وبعدين يبتدي في طلب الوقت، وبعدين يوط عضو اليمين بعد كده، وبعدين يوط عضو الشمال بعد كده، على اساس القضيه بتعطيها 8 سنين 10 سنين. لا، القضاء العسكري هنا بيبتدي يفصل في القضيه وبيسمع لجميع شروط الاثبات وينفذ قرار الاحاله، فضلا عن كده كمان لو اي طلبات للمحامين بينفذ الطلبات بتاعتهم. نعم. طيب. يعني هنا فعشان كده احلوا قضايا. انا الحقيقه يا سياده المستشار انا يعني مستغرب من المعلومه اللي حضرتك بتقول بس ان كل قضايا الارهاب اللي هي بتحول لقضاء عسكري، هذا يعني وفقا للمعلومات ومعلومات حقيقيه عمال شركه الترسانه البحريه تظاهروا للمطالبه بحقوقهم سواء في الرواتب او ما شابه، دول الان بيحاكموا منذ اكثر من عامين امام محاكم عسكريه،
دول عمال يا سيادة المستشار مش إرهابيين. مهمة جدا برافو عليك، نقطة مهمة جدا. بعض الإرهابيين تدخلوا بين العمال وبعض في النقابات العامة والنقابات الخاصة وبدأوا يعملوا بلبلة في البلد. إزاي؟ بيستغل أي موضوع زي موضوع العيش، قال لك إيه كان في 17,000 كارت ذهبي مسؤولين في اسكندرية، فعاوزين ينظموهم يعملوا كروت اللي هي المهمطة ويلغوا الكروت الورقية. الناس اللي قاموا بالمظاهرات وقبضوا على بعض منهم طلعوا من بعض الناس اللي عليهم أحكام إرهابيين. أصل الإرهابي مش هيجي يدخل أنا إرهابي، بيدخل في التجمعات العمالية وتجمعات الناس وبيصير أي موضوع. طيب هنا في موضوع الترسانة البحرية لما دخلوا وسطهم إرهابيين، طيب وضحت الفكرة، وضحت فيهم 12 واحد من عليهم أحكام وإرهابيين. خلي بالك يعني سيادة المستشار، عفوا سيادة المستشار، معلومات حضرتك محتاجة لمراجعة. كل من يحاكم في قضية شركة الترسانة البحرية هم عمال الترسانة البحرية، ولم تقل أبدا حتى المحكمة العسكرية أنهم مجموعة من الإرهابيين. لكن يعني أشكرك على أي حال، شكرا جزيلا المستشار خالد القوشي الخبير في الشؤون القانونية والقضائية. سيد منتصر، الحقيقة أعتقد محتاجة بعض الردود، لكن القضاء العسكري أصبح زي القضاء المدني أكثر من درجة، وإن في مؤهلين يعني هو بس عشان زملكاوي يعني أنا تعرف هتجاوز زميلنا خالد القوشي محامي يعني زملكاوي. طبعا المسألة مش بالشكل، المسألة بالمضمون. يعني إحنا لما بننعي على المحاكم التي يفترض أنها محاكم جنايات عادية بننعي عليها أنها لا تحقق العدالة المنصفة، إحنا لما بنطعن أمام محكمة النقض تنقض، هل ده معناها أنه توفرت ضوابط وقيم العدالة المنصفة؟ ما هي المحاكم المدنية. المسألة ليست بأن المحاكم العسكرية أصبحت ليها نقض وليها مش عارف إيه، لا ده شكل، ده علشان الغرب وعلشان في المنظمات يتقال الكلام ده. إنما هل أسفرت هذه التشكيلات التي شملها قانون العسكري، القضاء العسكري، هل شمل عن تعديل حقيقي في استراتيجية المحاكمات وإمكانية تقديم الدفاع لحق وتمتع لا طبعا. طيب هو قال لك ان المحاكمات المحاكم العسكرية فيها سرعة تقاضي، فده إنجاز للعدالة، لكن في تباطؤ في المحاكم المدنية، فهنا ده جاي بيخدم العدالة. ده وجهة نظر خالد القوشي. لا طبعا كلام غير صحيح. احنا في قضايا فيها عدد كبير من المتهمين، احنا دلوقتي بنتكلم في قضايا اتحكم فيها واتنقضت ورجعت في سنة قدام محاكم عسكرية عادية. عادية. فاذا حكاية انه 7 سنين و8 سنين، وبعدين العدالة دي حاجة كبيرة جدا. احنا بنتخبط دلوقتي ليه؟ عشان افتقدنا العدالة. العدالة يعني اخد حقي، يعني اناقي شهودي، يعني اقول دفاعي، يعني اطلب طلباتي، انما اسلق، هو ده اللي مودينا في داهيه، اسلق. نعم استاذ منتصر ابقى معي، لدينا حالة ونموذج ارجو ان تستمع اليه لاناقشك فيه بعد ذلك. ينضم الينا عبر الهاتف من نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية الدكتور احمد عبد الباسط المدرس المساعد في كلية العلوم جامعة القاهرة، والذي حكم عليه بالاعدام في القضية 174 عسكرية غرب القاهرة. دكتور احمد ارحب بك معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد طه، وتحياتي لاستاذنا الفاضل المنتصر الزيات. دكتور احمد، حكم عليك عسكريا بالاعدام، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا حابب ارسل بس كل التحيه والتقدير لامهات الشهداء وزوجات الشهداء وزوجات المعتقلين وامهات المعتقلين بمناسبه عيد الام النهارده. السيدات دول تدفن رؤوسنا وهم اللي بيستحقوا يكونوا الام المثاليه في مصر، نظرا لما عانوه في الثلاث سنين اللي فاتت من فقد ذويهم ومن الاضطهاد اللي بيتعرضوا ليه من الحكومه الانقلابيه في مصر. تمام. اما عن القضيه اللي حكم فيها عليها بالاعدام، فهي قضيه رقم 174 غرب القاهره العسكريه. تم القبض على مجموعه من الشباب في شهر مايو 2015 من طلاب في جامعه القاهره. والشباب دول اختفوا قسريا لمده 45 يوم، وخلال هذه الفتره تم ايداع بعض البلاغات لدى النائب العام بالاختفاء القسري لمجموعه الشباب. وفجاه في 7/2015 فوجئنا بفيديو على القناه الاولى ان يوجد خليه ارهابيه متكونه من 28 شخص.
وحطوا مجموعه من الشباب في الجامعه، منهم بعض الشباب اللي كانوا مختفين قسريا في الشهرين اللي فات اللي ذكرتهم منذ قليل، وحطوا مجموعه شباب اخرى، وحطوا مجموعه من الناس اللي مسافره بره لديها نشاط اعلامي او نشاط حقوقي خارج مصر، وعملوا مثلث هرمي كده زي ما بيعملوا في كل القضايا، بيحطوا ناس من اعضاء مجلس الشعب واساتذه الجامعه وصحفيين على راس الهرم، وفي منتصف الهرم نحط مجموعه من الشباب النشطاء في الجامعات ومتحدثين باسم طلاب ضد الانقلاب، وفي قاعده الهرم بيحطوا بعض الشباب اللي هم بيقبضوا عليهم في اي مظاهرات او اي احداث مختلفه. القضيه طبعا قضيه عسكريه، فتمت المحاكمه سريعا عسكريا وتم الحكم علينا بالاعدام في 29. ايه الاتهامات اللي كانت موجهه اليك احمد حتى يحكم عليك بالاعدام او حتى لبقيه من في هذه القضيه؟ هم ثمانيه اتحكم عليهم بالاعدام، سته حضوري واثنين غيابي، حضرتك واحد منهم. نعم، الاتهامات اللي بسببها القاضي خد حكم بالاعدام على الثمانيه اللي هم سته حضوري والاثنين الغيابي. الاتهامات كانت طبعا محاوله، هم طبعا في اربعه اساسيين وحوالي 10 اللي هم المحفوظين في الانضمام لجماعه ارهابيه ومش عارف حاجات مخالفه للقانون وهكذا، ولكن الاربعه الاساسيين هم فكاهيين جدا لدرجه ان الشباب عملوا بعض الهاشتاجات اسمها اعدام بالنيه. التهمه الاولى محاوله رصد موقف عبد الفتاح السيسي اثناء زيارته لاخته في مستشفى احدى المستشفيات، دي التهمه رقم واحد. يعني مجموعة شباب في الجامعة أطباء ومهندسين وأساتذة الجامعة وأطباء أسنان وصيادلة هيراقبوا عبد الفتاح السيسي من أول ما بيطلع من القصر الجمهوري لغاية ما يوصل لأخته في مستشفى كذا قايلينها. والناحية الثانية راقبة جابر نصار، بحكم إن إحنا معظمنا أطباء عفوا طلاب وأساتذة في جامعة القاهرة، رصد جابر نصار، محاولة قتل عبد الشناوي ده اللي هو كان الامن المركزي، رئيس الامن المركزي او مدير عام الامن المركزي، والاخير هو العصار اللي هو العصار. هم حطوا الاربع تهم دول ومفيش اي دليل عليهم، لدرجه ان المحامين بتوع الشباب بيقولوا طيب احنا هنفترض جدلا ان الشباب راقبوا الاربعه دول وعرفوا يخترقوا الحصون الامنيه والالكترونيه الخاصه بعبد الفتاح السيسي في موكبه واخترقوه. ايه الدليل؟ ناثينج، لا يوجد شيء، مفيش دليل. الامنيستي منظمه العفو الدوليه عملت خمس تقارير، ودي اول مره الامنيستي تعمل خمس تقارير على قضيه واحده، على القضيه بتاعتنا. عملت خمس تقارير اخرها من يومين، لان احمد الغزالي واحد المحكوم عليه بالاعدام خبريا في القضيه، شكرا، مضرب عن الطعام بسبب المعامله السيئه بتاعته، ودخل المستشفى من يومين، والامنيستي عملت تقرير من يومين بسبب اضراب احمد الغزالي. انا الحقيقه انا احمد دكتور احمد انا تابعت كل هذه التقارير بالفعل، واحنا تناولناها في النافذه المسائيه. انا طبعا اسف منك جدا، الوقت انتهى، وهي ستكون هناك كلمه لاستاذ منتصر الزيات. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد عبد الباسط، المدرس المساعد كليه العلوم جامعه القاهره، والذي حكم عليه بالاعدام عسكريا، كنت معي عبر الهاتف من نيويورك. الحقيقه انا قرات هذه القضيه بالتفصيل والتقارير اللي كتبت عليه كلها نوايا، لم تطلق فيها رصاصه، ده وفقا لكلام المحكمه والورق يعني، ولا بيسال فيها دم. فهل من الممكن ان يحكم على انسان بالنيه؟ يعني ده قانوني حتى اذا صحت يعني النوايا؟ مش انت بتتكلم هو عن حاله بتاعت الدكتور احمد؟ كم من الحالات بهذا الشكل؟ طب احنا في قضايا اقول لك وادي النطرون الكبيره هروب، ها، ما فيهاش دليل واحد، كلها مذكرات تحريات الجهة الأمنية بس، وفي محكمة مش عسكرية وقضي فيها بإعدام مش عارف كم واحد ومؤبدات لكم واحد، كتير أعداد. لا لا لا، يعني ما الذي يحدث؟ محتاجة مراجعة. ما الذي يحدث؟ محتاج فوضى. فوضى فوضى. العدل أهم من الملك. بس اسمح لي، يعني في يعني ستة حكموا حضوريا، ووزير الدفاع المصري صدق على حكمهم إعدامية، ستة موجودين الآن بالملابس الحمراء سيعدموا في أي وقت. لأنه هو بيطلع الحكم يجيله حكم صدق عليه هنا. طب إحنا في المحاكم العادية بيروح للمفتي علشان يقول تقرير، إنما في المحاكم العسكرية ما فيش مفتي، كمان بتروح لوزير الدفاع عشان يصدق وينهي الأمر. المسألة لابد أن يكون فيها مراجعة حقيقة، يعني ليس بالتشريعات تحيا الأوطان. أشكرك شكرا جزيلا السيد منتصر الزيات، المحامي والحقوق المعروف. شكرا جزيلا أستاذ منتصر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نواصل بعده فقرات النافذة
وفيها كما